تمام يا فندم. شبراوي، انت عارف انا بعت لك ليه يا شبراوي؟ لا احد الوصول، بس قبل اي حاجه احب اقول لحضرتك انني بقالي 12 سنه في الخدمه ما غلطتش في حد يا حضره الوصول، ما جبت سيره حد بحاجه وحشه يا حضره الوصول، ماشي جنب الحيطه يا حضره الوصول، صوتي معليش على اي صول في الاسم يا حضره الوصول. ما انا عارف يا شبراوي، وعشان كده انا هبعتك مخصوص لمصر. قلت ايه يا فندم؟ هبعتك مخصوص لمصر. مصر؟ أني مخصوص والمصر يا حلاوي. ولا طلبتها ونلتها يا شبراوي يا ابن خالتي؟ حد يا اخوانا كان يصدق انك هتنزل مصر؟ ايوه ولا صحيح. بس كل اللي مضايقني يا عشوبه انني نازل مخصوص مع زناتي. معقوله اسلمه بيدي دول السجن؟ ليه دي؟ ما هو مجرم، هو انت اللي حكمت عليه. بس يعني صاحبي برضو يا عشوبه ومتربين مع بعض يعني. الله نصيبه بقى. انما تعرف يا شبراوي يا ابن خالتي، انا ساعات كده اقعد اسرح في كلامك عن مصر وانا قاعد في المنظره لوحدي، واقعد ما بسهكش من حكاويك عنها ابدا. يا مصر، وفي احلى من ايه؟ ده انا قضيت احلى ايام عمري في مصر دي. ايوه حكيت. انا قعدت 45 يوم في الاشلاء، خرجت فيهم اربع ليالي، انما بالعمر كله قلق. يا سلام. انما تفتكر يا شبراوي يا ابن خالتي يعني لو واحد غلبان زي كده نفوخه في يوم طاق ونزل على هناك يقدر يعيش وسط الناس ولا يندحكش عليه؟ اسكت يا ولا، احنا ما يندحكش علينا ابدا. ده هناك يا معيب. يا سلام. ايوه زيك كده كتير، امال ايه؟ انا حبيت اجرب، قلت اضحك يعني. فكنت منزل اجازه عند اللابس ميري، واروح على الصعايده من دول اللي واقفين في العربيات. ايوه. واخش بالبندقيه على كتفي اقول له انت واقف في الممنوع ليه يا سيدنا انت؟ يتخض مني ويشيلني واحده. تشيل واحدة يا شبراوي؟ ياد بطيخة، هو اللي بدهاني بطيخة. طب مني يعني. أكنك بقى نفسك تروح مصر عشان كده. لا عشوبة مش عشان كده، عشان حاجات كتير. ده اسكت اسكت، هقول لك ايه ولا ايه؟ ده انا نفسي اروح اشوف الفيشاوي والقباسي واشوفها. انا اشوف وردة. انا وردة؟ كأنك فاكر وردة تاني. انت ما انتش عايز تنساها؟ انساها؟ انساها ازاي يا عشوب؟ دي شاهد مصر، جوز العسل، ياه دمها شربات. حلوة قوي يا عشوب، حلوة حلوة. انساها؟ يا سلام يا اخويا، ولما انت بتحبها كده امال ما سالتش فيها السنين دي كلها ليه؟ لا ايه، بعتلها 12 جواب جوه 12 ظرف وما ردتش على واحد منهم. يمكن البوصله لسه ما وصلتهمش. انما انا هروح ليه وانا هسيبها؟ انا بحبها قوي يا عشوبه، بحبها. امضي على محضر الترحيل يا شبراوي. ايوه عند واحد صار. استنى زناتي المندي بالكلام. استنى هلا عايز تهرش ايه وقت هرش ما جيت اهو. نطلع المحطة على طول بالسلامة. تمام يا فندم. خلي بالك مني، ده مجرم قراري. ايوه يا فندم، واخد بالي يا فندم. وما اديله التحقيق.